الحمد لله يلي مؤمن، ألف الحمد لله يلي مؤمن، عريس الهنا عريس الهنا، ألف الحمد لله يلي مؤمن، ألف الحمد لله يلي مؤمن. ما تنزل ستارة على المشهد الأخير من الرواية، بحب أوضح لكم أني لما تزوجت ياسين كنت بعرف أنه كان عامل بقهوة أبو صياح، وقصة اغترابه بفنزويلا كانت لعبة من المخرج، لكن حسيت بياسين، حسيته إنسان طيب وشفاف، وهلأ كبر بنظري أكتر وأكتر، وظل هو 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 الضحية. جيهان اهدي امسكي أرجوك يا سميرة، امسكيني استندي علي، خدوني خدوني على المستشفى. سميرة أنا تعباني. سميرة أنا السيارة معي بناخدها على المستشفى، الحقيني فورا. يلا استني علي. شو الحكاية يا أبو حدو؟ هالمنظوم إجا لعندي واشترى سندويشة هبرات وناولني 5 ورق، أنا من عجقتي كملت له على كمالة 100 ورقة أخذها من زبون تاني. وبعدين؟ حضرته أخذ الكمالة حطهم بجيبته وسكت. شلون بتتصرف هيك يا ابني؟ شو سيدي؟ لك شو؟ شلون بتعطيه 5 ورا وبتاخد كمالة 100؟ سيدي شو بعرفني قديش على السندويشة؟ ما بتعرف قديش على السندويشة ما؟ يلا انصرف الله معك، تاني مرة منضيفك عنا هون لحتى تتعلم وصول الحساب على المظبوط،
فهمت؟ حاضر سيدي. مع السلامة. وانت يا عدو الله يرضى عليك، هالمرة حقك رجع لك، بدي اياك مرة تانية تدير بالك لما بتحاسب زباينك. جل الذي لا يسهت في افندي، على كل كلفنا خاطرة بسيطة. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على السلامة. هلا بنقدر نرجع بعد ما اطمنا عليك. شكرا سيد حسام. وبعد 9 أشهر بنجي وبنزورك وبنلاقي على ايدك بيبي صغير. ان شاء الله. طمنوني. بارك للست جيهان. الدوخة اللي صارت معها طلع سببها الحمل. مبروك وعبال خلاصك الهنا. شكرا. بكره ياسين لما يعرف رح بيطير عقله واكيد رح بيرجعك. لا ارجوك لا تخبروا ياسين بالوقت الحاضر، لانه بريده اذا رجع يرجع على جيهان، مو لاني رح صير ام لولده. انا متاكد انه هالشي رح يصير. انا بتعذروني لازم نمشي بسرعه لانه مضطر امشي على المخفر. وانا عاوزك بدي احكي معك موضوع مهم. أنا آسفة تعبتكم معي. تفضل. تفضل. تفضل عمي. شو يا توفيق؟ شو في بين الأوراق عندك؟ ما في شيء مهم سيدي. بس في هاي شكوى قدمها لطفي عبد السميع ضد جاره الخضري لانه عم يتجاوز حدود دكانته بأقفاص الخضره وعم يعرقل الحركه على باب بيت المدعي. صحيح. طيب الحق معه. شو بتريد نتصرف سيدي؟ بتروح بنفسك لعند الخضري وبتقول له التزم بحدود دكانتك ولا تعطل المواطنين. حاضر سيدي. الله معك. ايه عمي، قلت لي انك عاوزني بموضوع مهم وهي هلا انا وياك وحدنا. امور. العفو. بدي اعترف لك اني فشلت بقضية جيهان ولازمني عقوبة. عقوبة؟ العفو عمي، انت لحقت هالقضية لحتى تكشف الحقيقة بس. لكني فشلت يا حسام. انا اكتشفت هلأ انه جيلكم المثقف افضل من جيلنا لمسؤوليات الامن. انت صحيح درجت من شرطي لرتبة مفوض، لكن سنوات الخدمة الطويلة أكسبتك خبرة بتعوضك عن سنين دراسة كلية الحقوق وكلية الشرطة. الخبرة ضرورية صحيح، لكن ثقافة رجل الأمن كمان ضرورية. هذا المبدأ العام أنا بوافقك عليه، لكن لا تنسى أنك مشكلة جيهان حاولت تطبق نظرية جديدة كتير جديرة بالدراسة. أنت حاولت تمنع حدوث الجريمة قبل وقوعها. لكن في نظرية خاطئة قديمة بقيت مسيطرة علي، هاللي بتقول المتهم مدان حتى تثبت براءته. عمي بتسمح لي ابحث بذاكرتك عن اول قضيه جنائيه حققت فيها؟ كان عمري 10 سنين وكنت بعدك لسه ما دخلت بالشرطه. طبعا كان في ببيت جدي بستان بيشترك فيه جار لنا. نعم. سمعته مره عم يشتكي من سرقات يوميه لبيت الدجاج. رحت بالليل وقعدت بيقن الدجاج. ما فكرت يوميتها انه شو بتقدر تساوي وانت طفل صغير مع الحرامي يلي المفترض انه يكون كبير؟ هوسي بسلك الشرطة ما خلاني افكر. اسف لاني قاطعتك، تفضل كمل. قعدت بإني الدجاج وبعدين؟ بقيت من الليل لطلوع الفجر لما شفت باب الإن عم يفتح. اجا الحرامي؟ لا، اجا جارنا عم يشع الدجاجات. وطبعا كان مسرور كتير لمبادرتك الطيبة والعفوية. لا، بادرني بقتلي حشك ولبك. افتكرني انا حرامي البيض. بس الحادثة كان لازم تعقدك وتنفرك من سلك الشرطة والامن. بالعكس، صارت رغبتي مضاعفة حتى انتسب لهالمهنة وافشل مرة تانية وانا كبير بقضية جيهان. طالما رجعنا لجيهان وقضيتها، شو برأيك هي العقوبة اللي لازم عاقبك فيها يا سيدي العم؟ منيح اللي ما نسيت. انا عم افكر بعقوبة تكون نتيجتها مفيدة. مثلا النفي والابعاد. مثلا نفي وابعاد؟ لوين عمي؟ من فترة سمعتك عم تحكي عن بعثة لمفوضي الامن والشرطة، ممكن اعرف تفاصيلها؟ بعثة لمفوضي الامن؟ بعثة دراسية. والله بتصور البلاغ عندي من كم يوم
ايوه، مدة الدورة 5 سنوات في معاهد الامن الجنائي بلندن. الشروط ان يكون المفوض عازبا. الارمل مثل العازب. ان لا يكون قد استفاد من منحة دراسية سابقة. منين يا حصرتي؟ على ايامنا ما كان في مدرسة شرطة. بيبقى في عنا كونك متقاعد، بس انت ما بلغت السن القانونية للتقاعد. انت لما طلعت من الوظيفة طلعت بناء على رغبتك. صحيح مظبوط. وبعدين انا بدي روح على الدورة على حسابي، اذا وافقوا يبعتوني. والله بتصور انهم بيوافقوا، بس بدي اسألك، انت بترجع للخدمة بعد انتهاء الدورة؟ طبعا برجع للخدمة بذهنية جديدة حتى اوصل لسن التقاعد القانونية. انا مستعد لحقلك هالطلب الادارة، وبتصور انه فينا نجيب موافقة عليه. وبتكون خدمتني خدمة ما بنساها طول العمر. يا عمي انت بنظري كنت كبير، بس هلأ صرت كبير كتير. اسمح لي اعبر لك عن هالشي. احترامي سيدي. يا اعظم عم. شكرا. This is a pencil. This is a pencil. Good. This is a book. This is a book. عظيم. This is a حسني. بابا، اولا لفظ A لا يستعمل للدلالة على الاشخاص، بس يستعمل للدلالة على الاشياء. عفوا انا نسيت. This is small حسني. بابا، يعني انت مصر انه يكون المولود صبي ونسميه حسني؟ Of course my dear. Come in. شو عمي شايفك عم ترغب بالانجليزي اليوم؟ هذا براكتس، يعني شوية بداية مثل ما بدك تقول. عم استفيد من الوقت حتى لو ما صارت السفرة. طيب شو رأيك اذا قلت لك انه عندي لك خبر مفرح اليوم؟ وافقوا على بعثتك. صحيح. Thank you my nephew. بابا منين جبت هاي النيفيو؟ ما مرقت معنا بالدرس. يعني ابن اخي طلعت من القاموس لحالي غلط؟ لا صح. عمي هي مدة البعثة 5 سنوات، اول سنة بتتعلم فيها اللغة الانجليزية. وامتى السفر؟ يعني تقريبا بعد شي 3 شهور. معقول؟ يعني بقدر بنهي قضية جيهان وياسين. لك ياسين؟ يا ياسين؟ نعم. لك وينك هلا؟ صار لي ساعة بندالك، شو قصتك ما عم ترد على حدا؟ إن شاء الله مفكر ما في غيرك بالقهوة، في عندي زبائن بدي أشوف طلباتهم. ليش أنا مو من الزباين؟ ولا لساتك مفكر حالك ياسين بيك وما عم ترد على حدا؟ وين الأرجيلة يا ياسين؟ أيوة جاي. شوف ابو رياض، طالما انا بعيد عن النصابين اللي مثل حكايتك بضل بك طول عمري، فهمت؟ هلا شو بدك؟ عجل بالارجيله ياسين. حاضر جاي لعندك. شو بدك؟ مالت لي بدي ناره للارجيله. خد دبر راسك فيها. لا 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 لا. اخ منيح اللي ما احترق الطربوش. تفضل معلم. وانت التالي تفضل. هي حوالي ب2000 ليرة جاب البوسطجي قبل شوي من بنزويلا. كمان من بنزويلا؟ الله يعوض عليك يا ابو ياسينونو. شغلي بتحط الاعل بالكف. هي تاني حوالي بتجي هالشهر لياسين ب2000 ليرة من بنزويلا. من بنزويلا؟ شيء ليكون هذا ياسين من حق مغترب ومعه مصاري، وانا كنت عم بصرف عليه دم قلبي مثل بني ادم. اسمعوا على الحكي.
ليك التاني ليك. لك يا سيد طول عمره ربيان بيا القهوة. هي حكاية المغترب تبع فنزويلا اخترعها حسني أفندي ليعمل ياسين طعم مشان يصطاد فيه الست جيهان. لكن شغلة هالمصاري هي بتمخول العقل. أنا لازم أعمل تحريات عن مصدرها. أنا بيهمني أعرف مصدر هالمبالغ. بجوز يكون في شي جهة مخربة عم تحاول تشتري ياسين. وكيفنا نعرف برأيك؟ يا ريت تجيب لي رقم فرع البنك اللي عم تصلوا الحوالات له. موجود. موجود معك؟ تفضل هاي رقم الفرع. كتير منيح. مدير هذا البنك صديقي كنت أنا وياه بالجامعة. بحاول استفسر منه. يلا بإذنك عمي. الله معك. رح بعطيك المعلومات بشكل شخصي وشفهي. أنا الحقيقة بكتفي هلأ بشكل شفهي. إذا كان في ضرورات أمنية بعود بقدم طلب عن طريق النيابة العامة. في مبلغ 2000 ليرة يدفع شهريا من الحساب الجاري الخاص بالسيدة جيهان رأفت باشا اعتبارا من الشهر الماضي وحتى إشعار آخر، وبتوصي أن يبلغ المستفيد شفهيا بأن المصدر هو فنزويلا. هلا اتوضح الامر بالنسبه لي. طيب شكرا كثير يا سيد منير، شوفك بخير. يا هلا اهلا. هالإنسانة تصرفات عجيبه كثير. اكيد هي اللي عم تبعت المصاري لياسين. اكيد. انا يا سميره قررت ابعت 2000 ليره شهريا لياسين لحتى يعيش بالشكل المعقول، لانه فعلا طلع شهم وأسقط حقه الشخصي عني، مع أنه معتقد أنه أنا اللي حاولت سممه. أنت نبيلة يا جيهان، بس هو طلع أنبل. عندك حق، رغم صدمته القوية فيكي حب يعفي عنك لأنه فعلا حبك من قلبه. بس ياسين طلع هو الضحية الأولى بهاللعبة يلي صارت. ما بتعرف، يمكن يصير نصيب وترجعوا لبعض، ساعتها ما بيبقى في ضحايا. يا سميرة في شغلتين بدي اقول لك عليهم وبتمنى يكونوا سر بيناتنا. تفضلي. الشغلة الأولى إني حامي، والشغلة الثانية بتمنى ما يعرف مصدر المبلغ اللي عم يوصله، ولما بنرجع لبعض ساعتها ما بيتم في بيناتنا اسرار. يعني مساعدتها الماليه لياسين اذا خبتها ما في مانع، بس ليش لحتى تخبي على ياسين انها حامل؟ هذا الشيء اللي ما عم لاقي له مبرر. مع انه اذا دري ياسين بيرجعها لعصمته. اكيد. خليكي بابا انا برد. ايوه حسني افندي مرحبا. بقى بدي خبرك، هذا ياسين ميبس راسه وما عم بيقتنع مني ومن ابو قاسم. بدنا مساعدتك دخيل عينك، بركي بيقتنع منك وبيرجع جيهان. انا خطرت ببالي فكره، بكره بيجي لعندكم نتفق عليها. الله معك وانت بخير. شو رأيكم نروح ننام يا جماعة؟ والله أنا موافق لأنه بكرة الصبح بدي أصحى بكير. أنا ما بقدر، عندي وظيفة ليلية بدي أكتبها، مو هيك أستاذي سميرة؟ يلا معلم تصبح على خير. طول بالك شو صاير علي؟ ماشيين؟ هلا بطلع من القهوة وأنت بتسكر الباب من جوا بتطلع على أوضتك. ليك؟ عفوا معلم، في سؤال بدي اسألك اياه، ما عم ينيمني بالليل. تفضل اسأل. لما مات ابي كنت جنبه؟ اي نعم انا كنت جنبه ماشي على الرصيف لما طلعت السيارة ودعسته يرحم روحه، سلمها قبل ما ننقله على الخسخانة. بعيونك هدون اللي بده ياكلهم الدود شفته مات؟
لك ايه عم اقول لك انا شفته بعيني، بس انت ليش عم سالت كل السؤالات؟ لك عن هالمصاري منين عم يجوني؟ لما بتعرف انت الجواب بقى تعال قلي الي انا، لانه انا اعلي رح يطير من هالاكشاي. صرنا اثنين. جود نايت. جود نايتين. وشو هي الخطة حسني أفندي لحتى نخليه غار مثل ما عم تتفضل؟ لازم تمثل عليه أنك رح تخطب جيهان، وأنا وأبو قاسم منكمل اللعبة. لا لا عمي لا، إذا الشغلة فيها دفع أنا بنسحب حسني أفندي. ما في دفع مصاري، قوم انت يا بصياح اطلبه على التليفون وخذ معي. يقبرني اللي خلقك، وأنتوا اطلبوا ياسين لهون لحتى يسمع التلفون. ايه ماشي يا ياسين. وين ارجلتي؟ حاضر. تفضل عنا ابو قاسم. يسلموا. حسني افندي جبت لك كمان علاك نفس ارجيلة. لا شكرا، بس عود عاوزينك شوي. خير. يا ياسين يا حبيبي، قديش قلنا لك رجع جيهان على عصمتك؟ تفضل، هاي رح يلطشها منك معلمك ابو صياح. معقوله؟ شو الحكي؟ اسمع شو رح يقلها هلا على التليفون. كيف الصحه ست جيهان؟ ايه نعم ابو صياح عم بحكي. ايه والله بدي اتشرف بزياره لبيت حضرتك، في موضوع قاعلي مهم بدنا نحكي فيه بعد شي ساعتين. ميرسي، باي باي. ميرسي باي باي، وكمان عم يحكي فرنجوني. يا الله لا يخليني اذا بخليه يفوت لبيت جيهان. ياسين. مار معلم. مسك لي المرايه لقلع الشعرتين الشايبين من شواربي. شو بدك تقلع لتقلع؟ كل شعر شواربك شايبين. الله يعين ام صياح يلي متحملتك. ما خسيت انت وياها ولا؟ لك هلا روح طق جوازي لورجيك انه ام صياح لساته بعز شبابه. روم خلقتي روح. شو رايك حسني افندي بدقين شطرنج لبينما يصير موعدي مع الست جيهان؟ ما في مانع، جيبه لأغلبك. يا الله. هلا انت من كل علاقة طلبت على التليفون، يعني لما بدك تروح لعندها شو رح تقلها؟ لا تخاف على ابو صياح ولو يا قسام. ايه بروح لعندها بدق علي الباب حاكيها كلمتين من على الباب وبفهمها بالله لازمك شي خدمة. ولو ان احنا متخاوين انا وياها. نسيت ابو قاسم؟ لا ما نسيت عدم المؤاخذة. المهم هلأ ياسين دعس نار على حفا لنشوف شو رح يعمل. وشو بدك لفرش النيفة ياسين؟ بدي استعيره منك ساعة زمان منشان اتخفى تحت منه وامنع ابو صياح من دخول بيت جيهان. فرش النيفة ياسين باب رزقتي، وما بدي يزعل مني ابو صياح الله يرضى عليك. حتى انت يا ابو حده. بسيطة ياسين، عندي شغلة أحسن من فرش النيفة، شو رأيك دبر لك ياها؟ شو هي؟ الحقني فيها. ابن أختي عنده طنبر مازوت صار له من زمان ما عم يستعمله. إيه؟ شو رأيك استعر لك ياه منه؟ بيكون أحسن، وهيك بسد درج البناية تبع بيت جيهان وما بخلي أبو صياح يفوت لجوا. وين بشوفك بعد ساعة؟ بعد ساعة بتشوفني أنا والطنبر قدام باب الحمام بالساحة، وأنا بكون ممنون شواربك. ها تكرم تكرم يا سينو. لازم ركب شوارب، وكمان لازم شوف معلمتي ام صياح. عن اذنك. اذنك معك يا سينو. نيف هالمازوت والله فتلي راسي الولد. نيف الراس هبرات لسانات قرب عالطيب يا طيب. يا قاعدين يكفيكم شر الجايين. مين؟ مصيبة. أنا ياسين معلمتي. افتحي. مرحبا معلمتي. لك ليش هيك شواربك مثل كيدون بسكليت؟ شو حاطط لهم سماد كيميائي؟ لا بس اسمعي آخر الأخبار وامسكي حالك. ها هي مسكت حالي. احكي ياسين نطف قلبي.
معلمي ابو صياح بده يخطب جيهان خانم ويتزوجها. عم تحكي جاي؟ جواز قبرصي ان شاء الله. يا بابني هي وبعيني هي شفته هو عم يحكي معها بالتفلون وبده يروح لعنده بعد شوي على البيت. كيف روح روحه من دفات صدره هالشايب هالعايب؟ هلا انا بدي اطلع بروحه. فكان انا ليش اجي تخبريك؟ لازم نمنع وقوع الجريمه وبالقوه كمان. فوت شوي لالبس انا لبس المرجله وروح انا وياك. اوه يلا. ابو صياح هذا ياسين صار له غايب أكثر من ساعة. ليقوم يروح لعند مصياح ويقول لي على الخطبة، بعدين بتعمل لك موشح وبتنزع مساك. لا 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 يكون لك فكرة. مصياح بعد ما حبلي إيه؟ صارت مثل الطير الحلول. شلون ياسين؟ صرت بخوف ما؟ اسلك ياسين، ناقصني شوارب. ما تخافي، عامل حسابك جبت لك معي شوارب مثل شواربي. لحظة للزق لك ياها. ري عليك. هي للزق. هات. ريحته مو حلوة بس ما عليه شيء. تحمل. شفت شلون منيح اللي تذكرت. برافو عليك. عرفان إن بدك تساعديني بكل شيء. شربي. خدهم كمان. حط حط حط. ما بدي اياهم ينشالوا بناه. انفوخ على الدواء، انفوخ على الدواء. شو انفوخ؟ مشان ينشال. واقف اشوف حالي اللي بقولي شواري. تمام. شو عم تلبي؟ شو نحن رايحين على المباركة؟ معك حق، نحن هلا داخلين على معركة وابو صياح ما رح يعرفني. هيك رجلي رح تقصف من شواربي. امشي معلمتي. يلا. ليش العرقيله؟ شو نحن رايحين على الشادروان؟ هلا بيكون معلمي ابو صياح صار قدام البيت وبده يدخل لبيت جيهان خانهم. ايه ما فشار، ما فشار. ايه ما بكون انا ام صياح اذا ما خليت كل اهل الحاره تتحصر عليه وتنادي. توت توت مازوت. ما في عطيابه من هالمازوت. تازا المازوت. اجا العريس عبايب. مازوت 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 مازوت. توت توت مازوت. مازوت تازا المازوت. يلي بده يشتري مازوت. قربت الشتوية. مازوت 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 مازوت. تشتري مازوت؟ مازوت تشتري مازوت؟ لا ما بدي. معنا مازوت. اشتري مازوت. لك عم اقول لك بدي طريق. توقف اشتري مازوت. لك بدي افتح لي طريق. مش ممنوع تمرع من هون الا بدك تشتري مازوت. لك ما بدي عفريت. بدك تشتري مازوت ما بصير. مازوت. انا وين شايفك قبل هلا؟ مازوت. شو مازوت؟ الله لا يعطيك عافية. شو مازوت؟ هذا مين؟ العمى. هذا انت. الله لا يعطيك عافية. مازوت اشتري مازوت. لك افتح لي طريق بعد لي هيك. مازوت ما بصير. بدك تشتري مازوت. لك اخي ما بدي عفريت. اشتري مازوت. من وادي اللي معك؟ هذا بياع المازوت. مازوت توك توك. مازوت لشو؟ لك لك شو هاد؟ هات لشو؟ لك مصياح. الله لا يعطيك عافية. ما تضرب لي على بطني. لك قومي انزلي، قومي انزلي، فضحتينا. قومي تحركي. قومي. الله لا يعطيك. بدي افهم، انت ما بتفكري؟ وين عقلك؟ شلون بدك يصفى فيني عقل وسمعت انك بدك تتجوز علي؟ صدقتي هالحكي؟ وليش لحتى ما صدقت؟ قال بيقولوا بالمثل جهل الكبار ما له دبار. ايميليا الشوارب بقى. ايش عم يكش بدني لما عم شوفه؟ هلا استكترت علي هالشوارب البسهم ساعة زمان. ليش ما كش بدني من شواربك كل هالسنين؟ ولك انت حرمي مالك عنتر ابن شداد. اذا بدك تتجوز علي بدي اعمل عنتر وزياده.
لك كبري اعليك يا بنت الحلال، انا ما فكرت اتزوج عليكي قبل ما تحملي، هلا لما حملتي ولا حتجيبي لي صياح اتزوج عليكي؟ لكن شو كنت رايح تعمل عن جيهان؟ لك مزحه عملناها لحتى يغار ياسين ويرجع مرته. اف عدي ارجلي هلا وتركيني روح لشغلي. يا ولد يا زعزوع مور يا سينو تعطى قوام خد هاي المكواي ورجع له اياها لجارنا وقول له كتر خيرك امسكها من هون وعصقنا يا وعط حرق ايديك حاضر شو هاد ياسين شو عم تعمل؟ عم ضب اشتي وليش بقى عم تضب اشتاك وين رايح؟ بلاد الله واسعة مسافر لعند اهلي ببنزويلا بكفي بحبوني وما حدا منهم اجا يزاحمني على زوجتي سابقا لك مو انت ميبس راسك وما بدك ترجع لجهاد؟ يا اخي ساويتوا معي احباط زواج هاي شغلة مو لعبة يا على كل بلا جنان عود عود بلا جنان انا اساسا بطلت اخطب لجيهان صحيح لك انا ورجيني لشو ليش خدك الشمال محروق انا عم بكوي القميص رن التليفون من لبكتي استناولت المكواية وحطتها على خدي بدال سماعة التفلون طيب لك 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 وخدك التاني كمان محروق الأجدب رجع عمل تليفون تاني رد على التليفون لا تخاف إلا ما في مكواية رد نعم احتراماتي حسام بيك أهلين ياسين لا لا ما بدي ابو صياح سلم لي عليه بس وانت بس تفضى شوي تعال عندي لانه عاوزك بكلمتين امرك حسام بيك انا جاي لعندك فورا حاضر بيسلم عليك حسام بيك وبدي يعني روح لعنده تسمح لي معلم ايه روح بس ما تطول لا عفوا سيدي انا مناوي بالليل بسمح لي روح ساعه وارجع اي تفضل بس ما خبرتني انت شو صار بجواز سفر عمي وبطاقه الطياره عفوا والله نسيت التهينا ببريد المديريه سيدي هاي الجواز وعليه تاشيره الخروج وهي بطاقه الطائره وعليها تثبيت الحجز وامتى موعد الطياره بعد بكره سيدي طيب يعطيك العافيه الله معك مع السلامه سلام سيدي تفضل شكرا امار حسام بيك اهلا وسهلا يا سين عودي شوي عاوزك كلمتين سبحان الله القلب على القلب وانا كمان عاوزك بشغله فيها حياه او موت بالنسبه لي
اللي انت بالاول بشو عاوزني؟ انا بترجعك وببوس ايدك يا حسام بيك تحمي جاستي سابقاً من الهوارين اللي عم يحوموا حواليها. ما فهمت عليك، مين هن الهوارين اللي عم يحوموا حواليها؟ ابو صياح مثلا عم يلف ويدور بده يخطبها القليل الاصل. لا ابو صياح مو معقولة يعملها بعد كل هالعمر. لا سيدي بيعملها، هذا الزلمة ما بيتأمن له متخبي ورا شواربه. طيب انت ليش ما بتقطع عليه الطريق وبترجع لجيهان؟ ابدا، اصون كرامتي من قبل حبي، ان النفس عندي فوق قلبي. طيب واذا قلت لك انه جيهان حامل؟ لا تصدق كذب، انا اللي حامل، حامل هموم الدنيا كلها فوق راسي. عم حاكيك جد، نفوض مخك شوية وفهم علي. حاضر، هاي نفضته، احكي حسام بيك. هذا يا سيدي يوم طلقت جيهان انت طلعت حامل، يعني حبلة. منيح اللي قلت لي، عن اذنك حسام بيك. لك على مالك، وين استعجلت؟ لوين رايح؟ بدي روح اطمن على شجرة العيلة. أنا بكرة مسافر وقلبي عند سميرة يا حسام. يا عمي سافر وأنت مطمن، اتكل على الله، سميرة جنبي، ولا ما عاد لك ثقة فيي؟ ولو، بس يا ريت تتأجل سفرتي لبعد ولادتها، بروح مطمن. يا عمي سميرة بقين لها 5 شهور حتى تولد، وبعثتك هلا ما بنقدر نأجلها. لكان إلي رجاء عندك. نعم. تخبرني بالتليفون أو برقية يوم الولادة. أمرك. وبشرك بقدوم حسني الصغير. عمي اذا اجت بنت شو بدنا نسميها؟ مثل ما اتفقنا، على اسم امك حسنة. بابا ضبيت لك الثياب اللي طلبتهم مني بالشناتي، وهلا بقوم على الاوضه بجيب الشناتي مشان ما تتضايق بالاوضه. انت لا تحملي شيء. خلص انت عادي مع عمي وانا بقوم بجيب الشناتي. بابا ما عم بقدر بتحمل فكرة انك بدك تغيب كل هالفترة عنا. انا شو بدي احكي يا بنتي، ما فيك تقدري حنان الاب الا لتصيري ام. وهي الشناتي صاروا جاهزين، يلا عمي قوم نام بقى انت مشان تسافر بكره وانت مرتاح.
لازم تظني اخباركم بصوره مستمره. طبعا ورح ابعث لك تقارير دوريه عن كل اهل الحاره كمان. يا الله يرضى عليك. تعرفي المراسله تلتين لمشاهده. حاضر. مرحبا عمي، انا رايح انهي معامله الامن العام وبرجع. طيب سابق في ضيوف جاييني يودعوك. مرحبا. مرحبا. اهلا. اهلا. اهلين يا سيدي، عذبتوا حالكم ولكم راحة يا اهلين. هي احلى مفاجأة يوم سفري. انا ابي وامي ماتوا من زمان، ما حسيت اني يتيم غير هلأ شنو انت مسافر. البركة بالست جيهان رح تعوضك كل شيء. ولا تنسى نصد الزينة الياساسين اللي هون. نصد الزينة مرة واحدة؟ شو أنا قطة؟ لا هالمرة ياسينون واحد والباقي بالتقسيط. تفضل عمي، كل شي جاهز. يسلم. ما بدي وصيك بالبرقية يوم الولادة. حاضر ان شاء الله بتروح بترجع بالسلامة. الله يسلمك. وانت كمان ما بدي وصيكي بياسين؟ خلي ياسين يتوصى فيني حسني افندي. دير بالك على مرتك ياسين. سافر وانت مطمن بابا، انا وحسام ما رح نتركن ابدا. ادعولي الله يوفقني بالمدرسة. الله معك. السلامة. الطيارة هي عم تطير، تفضل عشان. اي والله انا مشتهي اتفرج على الطيارة، شن ما بعرف الطيارة غير اللي بيضربني اياهم ابو السياح على رأسي. مساعد توفيق، ممكن احكي مع حسام؟ بالمطار؟ شو عم يعمل بالمطار؟ لا شكرا. شكرا مساعد توفيق، وصل. مرحبا. اهي حسام، شو وين كده؟ راحت على المطار تجيب هالامانه لحسني. وينو حسني؟ خلص رضعته، اخذته الممرضة لغرفة الاطفال. ليش تاخرت؟ هذا يا عزيزتي طلعت على المطار لانه عمي بعث لي هالامانه مع واحد من الناس جايين بالطياره من لندن. عن جد؟ اي نعم، وجايب لك كمان رساله. ان شاء الله افتحها حسام. يلا. شو هذا؟ بر قلبي. لا بدلي عسكريه. لك ما كان يستنى لحسن يصير عمره 5 سنين كان بيجيبها معه. مستعجل عمي ما بيقدر. تفضلي وين رسالة؟ شو فاتحة وقارية؟ طبعا وعمي. عزيزتي سميرة، قبولاتي لك ولحسام الهمام. وصلتني برقية حسام وأنا أتهيأ لدخول قاعة درس اللغة، فحملتها ودخلت القاعة أرقص فرحا. ستجدين مع هذه الرسالة بزة عسكرية لرجل أمن من القياس الصغير، ألبسيها لحسني حين يبلغ 4 أو 5، وذلك ليعتاد عليها ويسلك طريق أبيه وجده وعندما يشتد ساعده. أما عن أخباري فهي جيدة، ونتهيأ في الأسبوع القادم لبدء دورة الأمن الجنائي. ختاما قبولاتي لكم جميعا، وأرجو أن تكتب لي عن أخباركم. التلميذ النجيب بابا حسني. بابا الحبيب، في رسالتي البارحة طمأنتك عن عائلتنا الصغيرة، حسام وحسني الصغير وأنا، وها أنا أكتب إليك عن أخبار العائلة الكبيرة في حينا، حينا الذي يزداد شوقا إليك يوما بعد يوم.
أولا، أنجبت أم صياح صبيا منذ شهر سمته صياح. كمان أنجبت جيهان صبيا أسمته ياسين الثاني. والبارحة أمضيت السهرة برفقة حسام بدار أم صياح، حيث تم الاتفاق بين جيهان وأبو صياح. قصة الشراكة مع ياسين خاطرة ببالي من يوم رجعتوا لبعضكم، الله يديم الوفق. وشو بتقدر قيمة قص القهوة يا أبو صياح؟ بيني وبين ياسين مو فارقة، انتوا فصلوا أنا بالبيس. لازم تحكي شريك يا أبو صياح، منشان لما بحط راسي على المخدة يبقى فكري مرتاح. ابنك فاق ومرضى وحليباتي. عطيني الببرومي لرضعه ونيمه. ايه جاية يا سينو جاية لحظة. ايه يا ابو صياح، ما قلت لنا شو طلباتك بموضوع الشراكة؟ الست جيهان رايدة انه تبتوا بالموضوع الليلة. تقبريني خليه يجيب لي قبل نارة بعدين منكمل قصتكم. لك ريحي حالك وريحيني من هالضراب الأرجيلة شي ساعة زمان. بس خلصتي التنباك من السوق؟ بحياتي ما شفت هيك وحام. هلا كل ما بتنفقد شغلة بالسوق بتحطها بظهري؟ هاي محارم الورق مفقودة صار لها سنتين وأنا ما مسحت مناخيري. طولي بالك أم صياح، عم يمزح معك أنت التانية. إيه شو قلت أبو صياح؟ يا ستي هذا ياسين تربى عندي بالقهوة وبيطلع له بزمتي تعويض كبير. خلوا شي خبير يتمن نص القهوة شو بيسوى، وإذا بيزد لي شي كتر خيركم. كلام حلو وما عليه أي اعتراض. نمشي؟ يلا ليطلع ياسين من غط النوم. شو القصة، سكن مع ابنه؟ يا حبيبي حبيب قلبي هالرجال، قدمه طيب وسهل اللقمة اللي بتمه مو إله. صياح. نعم. عطي الست جيهان غيار من غيارات صياح وخليها تفوت على أوضة النوم لياسين الصغير. لا لياسين الكبير طبعا. وبكرة المفروض يجيبوا خبير عقاري حتى يخمن القهوة ويعمل عقد الشراكة رسمي. إلى اللقاء يا بابا بالرسالة الجاية، بنتك سميرة. أبو رياح، سيد أبو رياح، بحاجتك تتهرب مني بقى. أهلين أبو حدو، كنت عم أدور على شي سلت من جيبتي. شو هالخيلة؟ إيه معقول أنت يسلت شي من جيبتك؟ تعرف إنك ابن حلال؟ اليوم كنت ناوي روح دور عليك. يعني إجي عقل الرحمن بعدين لراسك وقررت تفرغ لي الشقة اللي اشتريتها منك؟ لا لا لا، كنت عم أدور عليك لحتى بشرك إنه قررت شاركك معي بمشروع مربح أكتر. ما فهمت عليك شي. أنا راح أفهمها. مو أنت اشتريت مني شقة بالبناية تبعي ودفعت لي 200 ألف ليرة وقلت لي الرصيد عند الفراغ؟ مظبوط. وهلا بدي رصد لك لتفرغ لي. ما بدي ترصد لي شيء ولا أفرغ لك. شو عم تقول؟ طول بالك علي يا أبو حدو. المثل بيقول نفع صاحبك بشي ما بيضرك. 200 ألف ليرة اللي أعطيتني ياهم راح أرد لك ياهم مع الأرباح شي نص مليون ليرة. ومنين هالأرباح أخي أبو رياح؟ أنا بعت البناية وعبنتج فيلم سينما، وبظرف سنة واحدة القرش تبعك بصير قرشين. شو رأيك؟ حظ الله بيني وبين القرش الحرام. أنا ما صدقت إمتى اشتريت هالبيت لأنستر مع العيلة. إيه شو بيفهمني بالسينما والمينما؟ لكان أنا بفهم بالسينما والمينما، بس أنا زلمة شاطر وبعرف دبر راسي. دبر راسك لحالك يا أبو رياح وترك لي راسي بصطفل مني إلو. أصبح لكان بدك تستناني شوية بمصرياتك يا أبو حدو. 200 ألف ليرة بدي اياهم فيما حضر،
وإذا كان بدك تلحوشني متاع اليوم متاع بكرة متاع بعد شهر في حكومة تفصل بيني وبينه. لا يا أبو حدو لا لا لا، ما حلو نفوت بابا حكومة أنا وياك سوا. بعدين أنا من رأيي إنه تجيب واحد هو اللي بيحكم بيناتنا. ما في مانع. شو رأيك بأبو صياح يحكم بيني وبينه؟ أبو صياح على عيني وراسي من فوق. عال أنا رايح هلأ لعند أبو صياح ليجمعنا سوا ويحل هالمشكل. معلش معلش، كل مشكلة وإلها حل، بس يخف الوجع اللي محرك عليه بظهري وانزل على القهوة بجيب أبو رياح من حلة. عن إذنكم شوي. يا الله. ابن عمي. يلا كبريني شبك، هات أرجنتي خد قهوتك. ايه خدي يا الولاد وخلصيني منهم، خلينا نعرف نحكي لنا كلمتين. الله يجيرك مساك القهوة. خلصت. هات الأرجنة طهران ساعدني. يلا خالي هات الولاد لحقني فيهم. شبك روحي قتلك البابا. طلعوا خلصوني. طلعوا لك، طلعوا خلصيني من العجقة. طلع خد القهوة من ايدي. طلعي انتي ولك الحقيقه عم اقول لك، امسكي ارجلتك خلصيني منها. هلا صرت متضايق من الاولاد؟ إيه كلهم خمسه بعيون الشيطان، منيح ما كانوا 20. اي والله بس كنت بمستشفى المجانين ساعتها. روح يلا بلا جري، هلا مو وقت الاخذ العطب. بيعرف احكي لي كلمتين. تعالوا كبروني، تعالوا لاعبكم طميمه. خلصيني الحقيقه. يلا الحقيقه لاختك. ايش شو هالبلوه هي؟ لا تواخذنا ابو حدو دخيلك، هذول الاولاد سرعتهم سرعه. تفضلوا. يسلموا ايديك خال. ما عرفتنا على الشب ابو صياح. صحيح لا تواخذنا، ابن اختي طهران يوسف جاي من اللاذقيه ومع رفقاته مشتركين بمهرجان الفنون الشعبيه. بالتلفزيون مو هيك؟ عم اقول لحالي وين شايفه هالوش. الله يحرسك انت ورفقاتك. الله يديمك سيد ابو حدو. نرجع لموضوعنا. شو رأيك يا أبو حدو نستنى حسني أفندي لحتى يجي مشان يساعدني على أبو رياح؟ ناخده معنا لأنه بيستهابه. إيه الله بيعلم إمتى بده يرجع حسني أفندي، القصة بتطول. أبداً، حسني أفندي مصابح ماسي، من 10 أيام إجانا منه مكتوب عم يقول جاي فترة الشهر. عزيزي بابا، أنا لا أصدق بأن السنوات الخمس قد انقضت وسأراك قريباً بيننا، وها هو حسني بجانبي في لباس رجل الأمن ولسان حاله يقول: أسرع يا جدي، أسرع لأراك وتراني عن قرب. بابا العزيز، نحن بانتظار برقيتك التي ستحدد موعد وصولك كما قلت في رسالتك الأخيرة، فأهل الحي سيزحفون إلى المطار لاستقبالك. مرحبا سميرة. أهلين حسام. مرحبا حسني، كيفك؟ شو عم تكتبي رسالة لعمي؟ بتحب تكتب له شيء؟ لا والله، بس هالرسالة رح تسلميها بإيدك لأنه اليوم وصلت برقية وعمي واصل بكرة. صحيح؟ طيب تعال نرتب طلعتنا على المطار لأنه جيهان منتظرة خبر مني على التليفون. بس سميرة أنا واقع بمشكلة كتير عويصة. شو هي؟ عندي تفتيش على المخفر وما فيني أطلع معكم. لا، والمشكلة انه ابو صياح كمان تلفن مرتين كمان بده يطلع معنا. طيب شو بدنا نعمل؟ والله يا عمي ابو صياح للأسف ما رح اقدر اطلع معكم على المطار، جاييني تفتيش اليوم على المخفر ولازم اكون موجود هون. بس اتصلت باحد زملائي بالمطار اسمه الملازم نبيل ووصيته انه يهتم شخصيا باستقبال عمي حسني. بارك الله فيك، على كل ريح بالك حسام بيك، يعني مثل ما تقول نحن أولاد الحارة عاملين له استقبال فولكلوري شعبي لحسني أفندي مشان نستقبله من المطار للقهوة، بيستريح شوي وبعدين على البيت. بارك الله فيك يا صياح، والله أنت أبو الهمم. ولو الله يديمك يا حسام بيك، حسني أفندي أفضاله على الحارة كتيرة وكل أهل الحارة بيحبوه. يا سيدي أنا مطمن لكم. قوم عمي قوم.
قوم تعال عندي لهون لبرا. طول بالك ابو قاسم. شبك شو شبني السياره ما بتسع؟ وين الزنبات وعدت لي بالصدور؟ لكان بس انتوا تتبروزوا وتلفوا الهدايا اللي جايبه عزني يا فندي. انا مالي حصه. ولك اخي لك حصه، الهدايا كلها مباركه عليك، بس عم بقول لك السياره ما بتسع. لا سيدي غنامي الله عن هالرزقه، خاطرك خالي، مع السلامه. ديك حكومه حكومه. مرحبا عمي. مرحبا. شلونك؟ الله يرضى عليك. إيه؟ هذا ابو رياح النسناس، اذا اجى بده يطلع بالسياره خليه يطلع كرمال الدقن، لانه الشباب تاخروا لفوت شوفوا جوا. الو مرحبا. ولازم نبيل كيفك؟ انا حسام. وصلوا طلعوا من شوي. من امتى اخي نبيل؟ ربع ساعة. طيب هلا بشوفه بالبيت. انا كتير اسف على ازعاجك. ابقى طلع لي لما بتلاقي حالك فاضي. ها اكيد. يا اهلا وسهلا. الله معك اخي نبيل. ما شبعنا منها غنية المطار، ما استطعمنا مزبوط. سمعنا شي غنية نفرح قلب الشباب الليلة بمناسبة قدوم حسني بيك. ايه والله مشتاق للعربيات. يا علي
مرة على حضوركم. والحفلة رح تكون بالمشروع السياحي يلي دخلت بشراكته مع أبو جاسم بالسهل الزبداني. ما في تزومنا لزاج. بابا جيهان مجهزة حالة من وقت اللي عرفت بوصول برقيتك. خذ موافقة أبو حسني وهو ولي أمري. العفو عمي العفو. أنا الحقيقة بضم صوتي لصوت ست جيهان، خصوصا أني أنا شخصيا أثرت باستقبالك. العفو يا ابني، واجبك الوظيفة قبل استقبالي. فإذا منقبل دعوة الست جيهان وأبو قاسم؟ قبلناها ماس مع الشكر يا ستي. السلام عليكم. عليكم السلام. شو وضع بريان؟ شايفك بلطت، مالك شايف انه الزلسة تبعنا قاعليين؟ ما صار شي يا اخي ياسين، رح جيب عيلتي وبرجع. اروح ولا ترجع؟ فهمت؟ السلام عليكم. وين بدك تهرب مني ابو رياح؟ شو جابك بنت الثانية يا ابو حدو؟ لاحق مصرياتي. لاحق مصرياتك؟ الحق ولا برأيك حسني افندي ابو رياح برجع له مصاري لابو حدو؟ شفطن عم الصياح. حارتي الحلوين اتأخرت عليكم، بس خلاص من هالبلوي اللي كانوا معنا. بس بهالمناسبة رح أقدم لكم مفاجأة كتير رح تعجبكم. شو المفاجأة يا عمي أبو قاسم؟ شي حلوة ما قلتلك أكيد رح تعجبكم. اسمك روقت أخي حسني أفندي، وما في هلأ حدا غريب بدي تخدمني بهالخدمة. مري أختي مصياح، بزمانك قدرت تقنع جوزي انه يروح لعند الحكيم، والله رزقنا بخمسة بعيون الشيطان وهي السادس على الطريق. بقى هلأ بدي اياك تقنعه لجوزي ابو صياح يرد يروح لعند الحكيم. سدي حلقك لا تنزعين السهرة. ليش بدك ولاد كمان مصياح؟ لا، مشان تحديد النسل تقبرني. ولي حكمتك يا رب.